خذ راحتكم اذا كانوا تطرحون الاسئله. احنا معنا نبغاك تقول لنا اسماء لجنه معنا التأخير. معنا على الهاتف الاستاذ تركي السلطان رئيس اللجنه المعنيه بوضع الشروط والمعايير لهذه الجائزه. حياك الله تركي. اهلا وسهلا، الله يحييك اخوي بندر، احييك واحيي جميع المشاهدين على كي اس سبورت والزملاء الموجودين معك في الله يحييك ونتشرف فيكم جميعا. الله يحييك. سمعت الطرح اللي قبل شوي كنا نتناقش فيه يا تركي؟ ابو فهد سعود الصرامي زعلان، ما هو عاجبه اختيارات الموجوده خاصه في الحراسه. الله يمسيه بالخير ابو فهد وجميع الزملاء. طبعا بندر تعرف يعني مثل هذه الامور يعني اللي فيها جانب اختياري او جانب ترشيح او جانب يعني اختيارات لاعبين على مستوى الافضليه، ترى في كل دول العالم ظاهرة صحية جدا انه يكون فيها اختلاف، طبيعي جدا ابدا، ولا في اي شيء يعني ما يقولون يعني يزعل او لا، بالعكس هي وجهات نظر، وانا بالنسبة لي انا اعتبرها وجهة نظر تحترم من الجميع ايا كان، سواء الموجودين عندك في الخيمة او حتى من الجمهور الكريم اللي تابعه في السوشيال ميديا او من اي شخص، حتى الاتصالات اللي تجينا مثلا على الجوال او طبيعية جدا انا بالنسبة لي، وبالعكس يعني امور ساعدنا بشكل كبير جدا، سواء اذا استمرينا في الموسم القادم كجائزه او ك يعني نوعيه الجوائز اللي موجوده هذا الموسم. فبالعكس انا هذا يعني كبدايه، بالعكس انا بالنسبه لي كمبدا نستمع لجميع الاراء، وحتى وان كانت يعني تختلف معنا، بالعكس الاختلاف في مثل هذه الامور بالنسبه لي صحي جدا. طيب تركي بالنسبه للمباريات ما ادري، بس يعني اذا يعني نتكلم عن كان في تو كلام على اعتقد اعضاء اللجنه فواز القرني. لا لا لحظه، قبل سعود الصرامي تسال قبل شوي عن اعضاء اللجنه. اعضاء اللجنه نعم، اعضاء اللجنه تركي، اعضاء اللجنه الله يسلمك، معكم اثنين الان، معكم او حمد الدبيخي. حمد الدبيخي اللجنه الرئيسيه طبعا شرفت اني اكون انا موجود في اللجنه كرئيس اللجنه، وانا اعتبر نفسي ماني رئيس اللجنه، بالعكس اللي معي اعلى مني في العلم وفي الخبره وفي كل شيء. اللجنه طبعا تم اعتمادها من قبل الاتحاد السعودي لكره القدم. نعم. متواجد فيها طبعا الدكتور تركي العواد، متواجد فيها الكابتن خالد الشنيف، متواجد فيها الكابتن سلطان برقان، متواجد فيها الكابتن سعد الشهري، متواجد فيها الكابتن ايضا موسى المحياني، متواجد فيها ايضا الكابتن صالح المطلق. ما شاء الله. وبالاضافه الى وجودي معهم طبعا، واتشرف اني اكون موجود معهم. يعني كلهم فنيين ومحللين. صحيح. طيب يعني معناته اختياراتهم معناته ان اختيارات اختلاف معهم يا بندر، ما يمنع، معناته ان اختياراتهم كانت اختيارات دقيقه. ابو فهد الان قبل شوي يقول انهم غير متابعين، يبدو انهم غير متابعين للوسط الرياضي، ايش رايك ابو فهد؟ اقتنعت بالاسماء؟ لا انا ما اقتنعت، من قال انك بتقنعني غصب؟ لا ما اقتنعت. انا اقول لك انت الان لما تشوف الاسماء هذه تشكك، يعني يصير عندك انا مثلاً. ما اشكك في احد، انا اقول المتابعه. الان مثلا قلنا لك في حراسه المرمى، خلينا ننتقل لخط الظهر، انا بطرح اسامي انا. طيب. انا يعني مثلا الكابتن عمر هوساوي اللي واحد من افضل المدافعين اللي قادوا المنتخب السعودي للوصول الى كاس العالم ومبارياته في الدوري ومع النصر، ما يكون موجود في النص؟ افضل لاعب انا اشوف وجهه نظري كمحور ابن عمر لاعب النادي الاهلي، وخروجه بالاصابه ساهمت في انه صار في تركيبه الاهلاويه خلل فني كبير، ما يصير موجود. فانا اتكلم لك عن متابعه واتكلم لك عن اسماء اطرحها ومقنعه للراي العام. انت تتكلم عن عدد المباريات التي لعبت، لو جينا مثلا حراس المرمى يعني مثلا انا اقول لك علي الحبسي افضل من الخمسه الموجودين في القائمه كلهم. انت تتكلم عن التاثير الفني داخل الملعب، يعني الحبسي لعب مباراتين من احلى المباريات، مباراه الاتحاد والهلال 1-1 ومباراه الاهلي والهلال 0-0. يعني ارجع لها، انت تتكلم عن التاثير الفني والمتابعه، هذا هو التاثير الفني والمتابعه. وجهه نظري هذه انا مؤمن فيها، وفي لعيبه حتى خامات جديده اشوفها غايبه. يعني انا اشوفها غايبه ما اختيرت، ما ادري ليش. مثل مين؟ مثل مين؟ لحظه سالم، مثل مين ابو فهد؟ اختيارات غايبه مثل مين؟ غير اللي انت ذكرتها. انا ذكرت لك الحين، انا شوف انا 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 الحين اتكلم معك وانا فاجاتني بالخبر لما انت تقرا الخبر ذا. ايه فاجاتني، انا ما كنت مطلع عليه قبل ما اجي للحلقه، بس انا في ذهني اسماء، لاني في ذهني اسماء اشوفها فنيا
قلت لك الان مزيد آل فريح أيه. قلت لك الان علي الحبسي، انتوا ترى ارجعوا للمباريات، ارجعوا للاداء الفني للاعب. طيب تركي السلطان قبل شوي، تركي السلطان قال، تركي السلطان هو معنا على الهاتف يسمعنا، قال قبل شوي ان الاسماء هذه قابله للاختلاف، صح ولا لا يا تركي؟ او وجهات النظر. طبيعي بندر وانا اخوك انا ترى ما اسمع زين يعني. يا اخي طيب خلونا نسمع من تركي وبعدها نناقشه على راحه. لحظه خلي يكمل كلامه بس. جائزه مهمه. تفضل يا تركي تفضل. انا اقول طبيعي بندر الاختلاف في وجهات النظر طبيعي جدا يعني ما فيها ما فيها ما فيها مشكله انك تختلف في وجهات النظر. صح. هذا امر يعني يعني موجود. طبعا في معايير معينه وضعناها احنا على عمليه الاختيار كقائمه اوليه. طبعا ويشاركوني فيها ايضا زملائي في اللجنه. موضوع اللي هو طبعا انه مثلا ليش فلان مش موجود ولا ليش فلان مش موجود. تاكد يا بندر انه لما الحين اللي موجودين عندك في المجلس نعم وخليها على الهواء قدامك يعني قل لهم مثلا اعطوني افضل لاعب في الموسم. طبيعي جدا حتلاقي كل واحد يعطيك اسم مختلف. يمكن يتفقون اثنين او ثلاثه ويختلفون أربعة. ففي وجهات النظر الفنية هذه يعني أمر قابل إنه يكون فيه اختلاف. على موضوع مثلا يعني نتكلم أنا قلت إن أنا أخذها بشكل عام على موضوع مثلا المعايير. إحنا حطينا يعني بعض المعايير أيه. على مثلا مستوى عدد المباريات. ممتاز. أبو فهد مثلا أضرب مثال بالكابتن علي الحبسي ونحن نقول أيضا واحد من اللاعبين أو الحراس المميزين أكيد ما عدم اختيار ما هو تشكيك في قدرات اللاعب سواء كان لاعب أو حارس أو أي لاعب موجود في الفئة. لكن أيضا عدد المباريات له دور أكيد. لما تقول لي أنه مثلا لاعب تميز في مباراة أو مباراتين هذا جيد، لكن لما تقول لي لاعب تميز خلال موسم كامل هذا أكثر جودة. وأنا أخوك يا الحالات التراكمية اللي يمر فيها اللاعب أو الحارس في الملعب في المباريات كحالات لعب فنية ويختبر فيها أكثر من مباراة تتكلم عن من يعني 50% من عدد مباريات الدوري فأكثر مختلفة عن لما أنا أختبر مثلاً لاعب أو حارس أو مدرب أو في مثلاً خمس أو ست مباريات. المعادلة ما هي متوازنة. صحيح. أنا ممكن إني أبدع في مباراة ومباراتين ولكني ما شاركت في أكثر المباريات اللي كان فيها زي ما يقولون يعني حالات اللعب أو سجال اللعب مختلفة. طيب لحظة يا كابتن تركي، كابتن تركي خلي يكمل بس. المعايير 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 انت مو سألت قبل شوي المعايير. القاعدة ذي ليش ما انطبقت على سعد الشهري؟ ما قاد الاتفاق الا في سبع مباريات. بالله عليك ريبروف يصير من ضمن قائمة افضل المدربين؟ رجل عليه غضب عارم من جميع الوسط الرياضي اهلاوي وغير اهلاوي يصير موجود ودياز مو موجود. عبد الرحمن العبود والكويكبي اللي نقلوا الاتفاق من العاشر والثاني عشر الى الرابع ما يصيرون موجودين. طيب. يا اخوان يعني الواحد في متابع. انا اشوف ان هذه القائمه اللي قدامي ذي تلغى وتعاد من جديد. طيب بندر معليش بس خلي يكمل ارجع لك تركي. انا ودي بس تكمل لي المعايير عشان نقدر نتناقش فيها حتى مع ضيوفنا. أولاً انت قلت لي عدد المباريات صح رقميا خلوه يكمل رقمياً. الله الله يرضى عليك تفضل تركي. عدد المباريات واحد صح. انا ودي بندر انا ما ودي يكون النقاش بندر وانا اخوك ما ودي يكون النقاش ليش فلان موجود ولا ليش طيب فلان عطنا المعايير عطنا المعايير خليني ارد بس على واحد على ابو فهد بس عشان اوضح له الصوره. زميلنا سعود الصرامي حبيبنا ابو فهد سعد الشهري قاد الفريق في 13 مباراه وليس سبع مباريات وانا اخوك. طيب هذا رقم احصائي ما اقدر انا لا اعطي رقم غلط ولا انت تعطي رقم غلط عشان بس ما يعني نعطي معلومه للساده المشاهدين خاطئه وانا اخوك. طيب تشمل كاس قاد الفريق في 13 مباراه في الدوري. كيف يكون في اللجنه هو يا جماعه الخير؟ هو يعني مدرب الان وعضو في اللجنه سعد الشهري يا حبيبي ما يصوت لنفسه. هذه موجوده في القائمه يا ابو. لا دي تضارب. طيب مصاري تركي تعطونا فرصه بس نوضح لكم الصوره. طيب انا بعطيك فرصه بس خلينا نكمل جزئيه. تعطونا فرصه عشان نوضح لكم الصوره. طيب لانه انت ما كملت ان اهم نقطه في الموضوع اللي هي المعايير. قلت لي عدد المباريات لانه انتم ما اعطيتونا فرصه نقول طيب المعايير. تفضل 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 تركي. طيب يا حبيبي اثنين اي مدرب او مثلا ضرب مثال سعد الشهري ما له حق لا يرشح نفسه ولا يرشح اي لاعب من فريقه. هذه من ضمن المعايير. طيب اي احد مرشح للجائزه ما سعد الشهري هو موجود في اللجنه الاساسيه فقط. يا اخوان عمليه اختيار الافضليه الموسم الرياضي تمر بمرحلتين. المرحله الاولى
اللي هي مرحلة لجنة اللي شكلت من الاتحاد السعودي. هذه اللجنة طلعت 5 أسماء على كل جائزة وفق معايير محددة فنية واحصائية ورأي فني من أعضاء اللجنة نفسهم 7. هذا 5 لاعبين لكل فئة لما خلصنا منها انتقلت إلى المرحلة الثانية اللي هي بدأت اليوم وانا أخوك. طيب. المرحلة الثانية يشارك في التقييم 4 فئات اللي هم مدربي الأندية في الدوري السعودي للمحترفين، كباتنة الفرق في الدوري السعودي للمحترفين، الإعلاميين الرياضيين والجمهور، والجميع بنسب متساوية 25%. هذه الطريقة ما ابتدعها لا اللجنة ولا تركي السلطان، هذه الطريقة معمول فيها في جوائز الفيفا، معمول فيها في جوائز الدوري الإنجليزي والألماني نعم والأسباني والبرتغال، ما جبنا شيء من عندنا يا أخوان. طيب فقط حاولنا أن نكيفها مع وضعنا هذا الموسم، لأن إعلان هذه الجائزة تم في الربع الأخير من الدوري. عفوا يا كابتن خليه يكمل. طيب لا لا دقيقه خليه يكمل. لا كابتن سالم سالم لحظه المعايير نبغى نرجع للمعايير لانه هو على الهاتف. معيار واحد هو على الهاتف فلازم خليه يكمل كلامه وحنا بنتناقش على راحتنا. تفضل تركي كمل كلامك. بالمعايير كامله. طيب تركي سم يا حبيبي تفضل، باقي عندك شيء؟ فهذه الان الحين المرحله الثانيه زي ما قلت لك هي الان المرحله الثانيه اللي انطلقت اليوم الساعه 6 وهي اللي بيتم فيها ايضا عمليه اللي هو التصويت من الاربع فئات اللي انا قلت لك واللي فيها الله يسلمك اللي هو النسب 25% لكل فئه من الـ من الـ من الفئات. طيب عمليه عدد المباريات هذا واحد من المعايير. ممتاز. انه ما يكون يكون عدد المباريات اللي موجوده 50% من عدد مباريات الدوري ما عدا اللاعب الواعد بين قوسين، لخصوصية اللاعب الواعد تعرف في هذا الوقت الآن مع وجود المحترفين من الصعب أنك تجد لاعب يلعب أكثر من كذا، فوضعنا يعني قيمة معينة للاعب الواعد عشان نقدر نحصل العدد اللي احنا نحتاجه في هذه الجائزة. وزي ما قلت لك لأنه اللاعب الواعد يكون طبعا أكيد أصغر سنا من اللاعبين الموجودين في الفريق الأول، أيضا على اعتبار أنه فيه لاعبين محترفين بعدد 6 لاعبين و7 لاعبين فبالتالي بتكون فرصة طيب. دخوله صعبة، لذلك نقصنا العدد المطلوب منه. في طيب طبعا في أيضا اللي هو الجانب الفني أو الرأي الفني البحث من أعضاء اللجنة وأنا أعتقد أنه الأسماء اللي أنا قلت لك إياها 7 اللي موجودين في اللجنة في أفضل منهم أكيد، ما يعني ما راح نقول أن هذول الأفضل الناس، مستحيل في افضل منهم، ولكن هم هذا الان اللجنه الموجوده 7 ولهم طبعا رايهم الفني نعم. اللي من خلاله ايضا كان لها وزن في عمليه الاختيارات. طيب موضوع زي ما قلت لك ارجع الموضوع انه يكون في اختلافات يكون في اراء امر وارد يعني امر وارد نعم. طبعا وحتى اذا احد عنده استفسارات عنده ترى ما في اي مشكله احنا ناخذ ونعطي في الكلام ما عندنا اي مشكله وانا تحت امركم يعني. طيب بالدور بس في توضيح بس ارجع لك بسيطه ارجع لك علشان تكون ارتب بس عشان ارتب توزيع الحوار. طيب. بدر الصقر كان بيتداخل وقطعته انا قبل شوي في كذا سؤال ضيوفنا بيطرحونها عليك تركي معليش. ابد تفضل تحت امركم. الله يبارك بخير يا كابتن تركي. يا مرحبا وسهلا. اولا الله يعطيكم العافيه وحراك مميز وجهد تشكرون عليه جميعا. الله يحفظك. انا بس فقط استفسار بالنسبه للكابتن سعد الشهري. نعم. الكابتن سعد الشهري من ضمن الأعضاء صحيح ومن ضمن الأسماء اللي وقع عليها الاختيار لكي يكون أفضل مدرب صحيح. الآلية طبعا أنه ما يرشح نفسه ولا يرشح أي لاعب من فريقه صحيح. أنتم بالأساس ليش أوقعتوا أنفسكم بهذا الحرج باختيار سعد الشهري؟ كان بالإمكان أنه تتلافون مثلا عدم وجود سعد الشهري بأحد الكفاءات الأخرى وبالتالي ترفعون الحرج عن اللجنة مثل هذا الاختيار. طيب تسمح لي بس تفضل. وين مكمن الحرج اذا هو ما راح يرشح نفسه والترشيح من الاربع فئات انا اقول لك الاخرى ما له علاقه هو انت تعتقد يا كابتن تركي انه لما يكون الكابتن سعد الشهري مدرب وطني من بين مجموعه مدربين اجانب واعضاء اللجنه كلهم وطنيين ما يقع حرج على زملاء سعد الشهري؟ هنا مكمن الحرج يا كابتن تركي. من اللي برشحه؟ من اللي برشحه يا حبيبي؟ ممكن نفس السياق انا مجرد الاختيار مدربين الانديه هم اللي بيرش.
كابتن تركي اللي يرشحون، خليني اوضح لك صوره الله. لا جزئيه بس بسيطه في نفس السياق كابتن تركي. تفضل تفضل يا حبيبي. انتم اعتمدتوا المعايير او الطريقه الاليه على الفيفا، الاتحاد الانجليزي، الاتحاد الاسباني، الاتحاد الالماني، صحيح الكلام؟ صحيح، هذا اللي موجود هم الان هذه نفس اليتهم صحيح؟ خليني اذكرك بس. لا بس دقيقه، قل لي صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح. هل في هذه الاتحادات يضعون مدرب يعمل في نادي ضمن اللجنه؟ اي صحيح، ما في اي مشكله ابدا. هل يوجد ان الفيفا في يوم من الايام سيختار افضل مدرب في عام 2017 اللي فاز فيها زيدان انه كان من اعضاء اللجنه زيدان مثلا او احد لا المرشحين؟ لا لا، هذه المرحله الثانيه اخوي فهد، المرحله الثانيه ما لها علاقه. يعني انا اتكلم عن اللجنه، المرحله الثانيه الجميع اختيار مرحلة الاختيار أهم مرحلة. أنت مختار خمسة حراس من 14 أو أكثر من 14 حارس، أكثر طبعا من 30 حارس، مختار خمسة مدافعين من 50 حارس من 50 مدافع. هذه عملية الاختيار الأساس. هل في الفيفا أو في الاتحادات الأخرى اللي أنتم استقيتوا آلية المسابقة منها أنه يوضع شخص من ضمن المرشحين أن يكون من ضمن اللجنة؟ خطأ كبير أنا وجهة نظري، ولا وأي مبرر لا 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 يعني لا يلغي هذا الخطأ بالنسبة لي. طيب طيب سالم الأحمدي، أنا بس سؤال للكابتن تركي، يعني هو قال المعايير 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 وأنا ما سمعت منه إلا معيار واحد، عدد المباريات. في معيار آخر غير عدد المباريات يا كابتن، ولا بس معيار عدد المباريات؟ إلا قالها بس خلاص، أبغى أسمع منه. قالها بطريقة عامة، لا أبغى أسمع 50%. قال المحللين هم اللي يختارون. طيب هو يجاوبني بس عشان أعطيه سؤال آخر. في 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 بالنسبة مثلا للاعبين مثلا أفضل ظهير ولا أفضل وسط ولا أفضل مهاجم، في طبعا عدد الأهداف المسجلة، في عدد المباريات، في عدد الصناعة، وفي أيضا الرأي الفني من أعضاء اللجنة. هذه كمعايير طبعا في عمليه الاختيار الاولى. اما في المرحله الثانيه طبعا لا، المجال مفتوح للجميع انه يرشح من الخمسه ايا كان، بس طبعا يرشح ثلاثه، يختار ثلاثه من الخمسه. شكرا يا كابتن، وضحت الصوره. كل جهه تاخذ 25% على اساس نضمن انه ما يصير. بس يا كابتن في العمل الاحصائي عشان نكون يعني نكون تنويريين، انت قلت عدد المباريات وسكت، وبالتالي انا استغربت اذا بعدد المباريات في فتفة في عقيل بالغيث ممكن يقتحمون القائمة هذه، فبالتالي انت لما فصلت الان انا التمس لكم العذر. بس لا اخوي سالم تفضل. اخوي سالم انا اقول عدد المباريات انه ما يقل عن 50%، يعني ما في لا مثلا ما في فتفة ما غاب ولا مباراة هذا الموسم. لا يا حبيبي اسمعني، الا يمكن مباراة مباراتين. يا حبيبي اسمعني، انت ما وصلت لك الصورة. اي لا لا انا الان فهمتك لما انت فصلت يا كابتن، اتفق إيه معاك الان، ما اختلف معاك الان. طيب بندر راشد احنا نتحدث الان انه انا يعني بس توضيح بسيط، ابو فهد قبل شوي يقول انه ليش ما اختاروا العبود وليش ما اختاروا، انا واحد من ضمن اللجنه اللي موجودين من جهه الاعلاميين، فانا كانت هذه استفساراتي للكابتن تركي في اول ما اختارتني اللجنه انه من ضمن الاعلاميين اللي بيصوتون للافضليه في هذا الموسم. ممتاز. فطرحت عليه سؤال كابتن تركي، يعني عندنا في لاعبين كثير قال انه اللاعبين المواهب اللي في الموسم هذا اللي لعبوا في الموسم الحالي، فالاختيار اللي موجود اليوم لما تتحدث عن الاسماء الواعده، الاسماء اللي لعبت في هذا الموسم تحديدا، العبود لعب في الموسم الماضي، الكويكبي لعب في الموسم الماضي، فكان اختيار اللجنه، انا استفساري كان مثلك يا ابو فهد بالضبط، وهذا الشيء فقط للتوضيح للجمهور انه الاسماء المختاره في الاسماء الواعده هي الاسماء التي لعبت في هذا الموسم تحديدا، وتواجدت الاسماء في القائمه اللي موجوده. هذا شفهي ولا تحريري؟ كيف؟ مكتوب ولا بس من كل واحد يتكلم من راسه؟ كيف يا ابو؟ مكتوب هذا من ضمن المعايير ولا كل واحد بس يحط مقدار؟ لا هذا موجود، موجود هذا الشيء اللي موجود في اللجنه. موجود يا حبيبي، موجود يا ابو فهد. طيب طيب ابو خالد قاضي، معلش انا كده بذهب بجزئيه ثانيه، احنا الجماعه اليوم لسه بداوا بيقولوا يا فتاح يا عليم، يعني جلدناهم وهم لسه اول يوم حتى اللجنه، خلينا ناخذ الجانب المضيء في الجائزه، هذه الجائزه اللي غيبت اربع او خمس سنوات، وبعدين احنا ثقتنا في اللجنه ان شاء الله موجوده والانتقاد موجود، وممكن الانسان التركي يجي يوم من يكون، لكن كونها خلينا احنا ليش يعني نكسر المجاديف؟
والآلية، لكن أنا ممكن أختلف بجزئية بسيطة اللي هي ما تعصر في 4 أو 5 لاعبين، خلوها مفتوحة وإشراك الأصوات الجماهيرية أعتقد. وأنا أقترح كمان أنه حكم عملي السابق الرياضية الأستاذ سعد المهدي رئيس تحرير الرياضية السابق إعلامي معروف وله تجربة طويلة في هذا المجال بإشراك الجماهير، وكانت في آلية في جريدة الرياضية موجودة الجماهير أبو علان. نعم موجودين الجماهير. لا 25% لا يقصد ابو عنان في اختيار اللاعبين بحجم سعد المهدي الاستاذ الزميل سعد المهدي يفيدكم في اليك، لانه جريدة الرياضية من سنوات كانت سباقة في هذا الموضوع، لكن اتوكلوا بسم الله واحنا معاكم والله ما نبغى نحط العرب امام الحصان، لازم كمان احنا مو معقول احنا كلنا جلادين وخلاص، لا لا احنا نعين ونعاون نعين ونعاون ابو عنان نشيد بالخطوه يعني. هذه الخطوه غيبت سنوات طويله الله يوفقهم والانتقاد يعني جايكم لا تستعجلوا بندر اذا تسمح لي تكلم بصقر طيب تفضل يا تركي تفضل اذا عنده بصقر شيء انا اسمع تفضل اي ابو صقر عنده تعليق مساء الخير طال عمرك كيف حالك تركي يا مرحبا ابو صقر حياك الله طبعا أنا أتفق معك في جزئية تحدثت عنها أنه مهما وضع الاختيار يمكن فيه نوع من العاطفة أنه الكل طبعا أكيد يرشح ليه فلان مو موجود وليه، ولكني أتفق مع أبو فهد الحقيقة في جزئية معينة فقط، أحيانا في أسماء من الصعب أنك تقنع الشارع الرياضي أنهم ما يكونوا متواجدين من ضمن هذه الجوقة ومن ضمن هذه الشريحة، يعني لما ذكر أبو فهد الكابتن عمر هوساوي انت الان تجي تستغرب كيف تبي تقنع اذا كان الشارع الرياضي سواء المحلي بل حتى الخليجي والعربي ينظر انه الكابتن عمر هوساوي يعد الان هو افضل سنتر هاف موجود في الدوري السعودي، كيف انا في الاخير انا بجي بقنع ان المجموعه هذه ان هذا الرجل لا يجب ان يكون من ضمن هذه الفئه المختاره؟ طبعا نفس الحكايه مثلا على سبيل المثال فترة الاخيره انا ارى مثلا افضل لاعب في مركز الوسط انا ارى مثل عبد الله عطيف لاعب نادي الهلال، تصور انه ما يكون متواجد، قد تكون انتم لكم معايير تقنعون فيها الناس ولكن الحقيقه الشارع الرياضي ما راح يتقبل هذا الشيء، لان في اسماء بكل صراحه يا كابتن تركي انا اتكلم وياه بكل صراحه مثل ما ذكر اخوي ابو فهد من الصعب الجدال حولها، صعب جدا تقنع حتى لو مستواها هبط قليلا، الرتم حقه تغير، ولكن مثل كابتن عمر هوساوي انا اشوفه واشوف قيادته سواء في المنتخب السعودي او حتى في نادي النصر يكون برا هذه القائمة أتصور، مو قضية إني أنا والله أقول ليه موجود، صعب قبوله من الشارع الرياضي. أما في موضوعكم أنتم لا الله يوفقكم إن شاء الله ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق يا أخي تركي. تركي تسلم. أولا شوف طبعا إحنا زي ما اتفقنا أنه جميع الآراء يعني نأخذها بعين الاعتبار ومن حق الجميع أنه يقول رأيه ومن حق الجميع أنه يستغرب عدم تواجد لاعب أو أي شخص يرى أن المفترض أنه يكون موجود، لأن زي ما قلت لك الاختلاف في مثل هذه الأمور هو اختلاف بالنسبة لنا إحنا كفنيين صحي جدا ما في أي مشكلة، لكن زي ما قلت لك إحنا دائما في معايير اللي إحنا تكلمنا عليها قبل شوي وفي رأي فني أيضا من أعضاء اللجنة الموجودين في بعض اللاعبين أنا أتفق مع أبو صقر في موسم من المواسم لا يختلف عليهم اثنين، ولكن في هذا الموسم الوضع مختلف تماما، هذا واحد. اثنين، عملية بروز اللاعب مع المنتخب الوطني ليس لها علاقة في الاختيار نهائيا، الاختيار من مباريات الدوري السعودي للمحترفين فقط، حتى مباريات في كأس الملك ما هي داخلة في هذا الجانب، فقط مباريات الدوري السعودي للمحترفين 26 مباراة لكل فريق وأقل شيء 50% معنى كذا مصطفى ملائكة يخرج برا ليش؟ لا لانكم الان مقيمين مصطفى ملاكي انه قادر الفيصلي للوصول للنهائي، هذا واحد. اثنين، لحظه ابو فهد، معلش يا تركي دقيقه بس اسمح لي دقيقه تفضل ابو فهد. بالله عليك من اعطاك المعلومه انه احنا مختارين مصطفى ملائكة على شانك قائد الفريق؟ لان انا اشوف الدوري، انا اشوف الدوري. الحاجه الثانيه لما انت تتكلم مع بندر، انت قلت معلومه ابو فهد حبيبي ابو فهد، انت قلت معلومه مغلوطه عندك لجنة، انت تكلمت باسمنا الان تقول اخترته مصطفى ملائكة لان قاد فريقه الى نهايه. ما قلته انا ما قولتك انت، انا الحين ما قلت ان تركي قال، احنا اخترناه بناء على كذا. لا هو يستنتج، لكن اللي انت قلته لما قال الاخ بندر الراشد ان ما اخترنا الكويكبي لانه لعب الموسم الماضي، طيب ما يصير في قائمه اللاعبين المهاجمين
يعني هو لاعب ممتاز بكل المقاييس يعني اوكي خلاص ما يصير من ضمن اللاعبين الواعدين ما يصير من ضمن القائمه الاساسيه ابو فهد المعيار ما ينطبق على الكويت بي كلاعب واعد اللاعب الواعد وانا اخوه اوكي ما هم مع الواعدين بس مع مع مع, مع الفئات الكبار في افضل اي مركز لا ما هو ما الاسماء موجوده مثل مين هو في اختلاف يا ابو فهد يا ابو فهد في اسماء وفي لجنه وفي لجنه فنيه تختار اللاعبين فيه تصويت من قبل اعضاء اللجنه على الاسماء اللي رئيسها الكابتن تركي السلطان ممكن سؤال بس بسيط احنا 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 متواصلين في نفس المحور لا بس لحظه انا اشوف هذا 25 طيب في لعيبه انظلمت طيب شوف انا اللي طيب خلونا نسمع الحوار الحاجه الجميله اللي في الحوار ان هذا الحوار ليس له ميول يعني شوف فهد يتكلم عن لاعب من خارج ناديه الاصلي او انا او الثاني انت تقول عمر او تقول لي ما في ميول انا تكلمت عن ابن عمر بعد طيب وطالبت بالحبس طيب انا اهلاوي طيب اسمحوا لي اسمح لي ابو فهد تسمح لي انت تتكلم عن التاثير الفني عشان طولنا عليه هو على الهاتف طولنا عليه احنا مستمرين نفس ما تقدر تجيبونه هنا في اختم لي اختم لي يا تركي اختم لي تفضل بالعكس يشرفنا والله لو يجينا الله يحييك يا تركي في اي وقت محلك الخيمه مكان انا اليوم كان المفروض بندم انا كان المفروض اليوم اجيكم في الخيمه واتشرف والله الله لكن كان عندنا مهرجان البراعم اللي كان اليوم في ملعب الملز ما طلعنا الا والله متاخرين انا ما وصلت البيت الا يمكن من نص ساعه والله ولكن والله ودي اني اكون معكم عشان يكون الحديث لايف والله يا ليت الوعد باكر الوعد باكر ابو فهد حبيبي بس على موضوع مثلا الكويت الكويت بهذا الموسم سجل 5 وصنع هدف من ضمن المعايير مثل هذه الاحصائيات في لاعبين اعلى منه انا اخوك في لاعبين اعلى منه فبالتالي كابتن في الترتيب في الترتيب بس تعال ما يكون فيها صرامي أيضاً بالنسبة مثلاً سالم خلوه يكمل كذا ما راح يكمل تفضل تركي تفضل أيضاً بالنسبة مثلاً أنا ما ودي أجيب أسماء بس أنا بالطبع عشان أعطي أرقام معينة مثلاً مصطفى ملائكة عدد المباريات النظيفة في هذا الموسم 6 مباريات وهذا واحد من المعايير فبالتالي في معايير فنية بالنسبة لنا استندنا عليها رقمية ونخوف طيب ما هي بالأهواء حقتنا لو بالأهواء انا ودي ادخل كل اللاعبين في الجائزه ونتركها اختيار مثلا زي ما قالوا الزملاء من مثلا 200 ولا من 300 لاعب وهذا امر صعب طيب. مساله حصر الاختيار على 5 لاعبين أو 3 لاعبين هذا المعمول في جميع الدوريات الاوروبيه يحددون 5 أو 3 أو 7 ممتاز عدد فرق اهم سؤال لكن ما يمكن انك تقول يختارون من كل اللاعبين الموجودين في الدوري السعودي مستحيل طيب مستحيل يتم هذا الامر طيب تركي عندنا بس اخر سؤال ويقول سالم من اهم سؤال خلنا نشوف اهم سؤال لانه يهمنا كاعلاميين كم عدد الزملاء الاعلاميين المشاركين معاكم اي في اللجنة مرحله لا لا مو في اللجنه هم من اللي يصوتون اللي هم في اللجنه انا عارف ما هو لجنه الاختيار اللي سيصوتون والله في عدد يعني تقريبا كم؟ يعني فوق ال 15 ممتاز ممكن تعطيني المعيار اللي اخترتوهم على ضوءه هذا الاختيار تم عن طريق اللجنه الاعلاميه السعودي اللجان هذه تمت عن طريق الاتحاد السعودي ما اختارها انا شكرا طيب يعني باقي باركوا الخطوه موفقين يا تركي اول شيء قبل ما نودعك لازم توعدنا تجينا يوم تشرفنا هنا يرتب معك ناصر العصيمي انت واعضاء اللجنه تركي وخلي النقاش مفتوح ونقاش ودي وحبي ما راح لا ابدا تحت أبد. امركم بالعكس احنا نعين ونعاون والله يوفقكم يا تركي ابدا تحت امركم وارجع اقول مره ثالثه ابدا الاختلاف بالنسبه لنا اختلاف صحي وما عندنا اي مشكله بس اخذ بندر بموضوع انه ايضا الاتحاد السعودي كلفنا بدراسه هذه اللجنه اللي عملناها وهذه المعايير اللي عملناها هذا الموسم لان زي ما قلت برجع واقول لك انه الجوائز اصلا اقرت في الربع الاخير من الدوري. فايضا عندنا الان مهمه اخرى مراقبه هذا العمل اللي تم الان وتقييمه ورفع الايجابيات والسلبيات تدعيم الايجابيات وازاله السلبيات ووضع مكانها ايضا ايجابيات الطرح اللي قاعد يطرح الان من الزملاء نعم تاكد 1000000% اني حرجع له واكتب كل النقاط اللي ذكرت لانه مطلوب منا بعد نهايه تسليم جوائز هذا الموسم انه نحن نرفع ايضا اللجنه او هو في الموسم القادم بتطويراتها الجديده بناء على ما يحدث الان في الوسط الرياضي من اراء من كلام من وجهات نظر من اختلاف كل هذه تأكد من دور الزملاء وأنا يعني متأكد من كلامي هذا أنه كل الزملاء عندي الآن في اللجنة جالسين يتابعون يسجلون كل ما يعني يثار
لتطوير هذه الجائزة ومحاولة أيضا استمرارها، سواء بقينا إحنا أو جاء أحد بد مع يعني مكاننا حيأخذ أيضا هذه الأشياء. قواكم الله، يبدأ من خلالها بدل ما يبدأ من الصفر. قواكم الله، موفقين إن شاء الله الكابتن والأستاذ تركي السلطان رئيس اللجنة المعنية بوضع الشروط والمعايير لجوائز الاتحاد السعودي لكرة القدم، واللي أعلن من خلالها اليوم الأسماء المرشحة للفوز بهذه الجوائز. حنا مستمرين في حديثنا ونقاشنا أبو فهد، بنرجعكم إن شاء الله. فاصل.